ماما انت عم تشتغلي طول اليوم مو هيك؟ في زلمة مو منيح واجا بهدلك، والولاد قالوا لي انه انا ما لازم العب معهم ابدا لانه اهلهم منبهين عليهم، وقالوا اذا ما دفعنا الدين يلي علينا بدهم يجوا عالم لحتى يرمونا برات البيت. بس ماما انا حابة اني ضل هون، لهيك رحت لحتى اشتغل مثلك، بدي ساعدك وجيب مصاري. باري شو انتي ما عندك ثقة فيني؟ اه انا مستحيل اني خليكي تشتغلي لندفع الدين حتى لو بدي اعمل شو ما كان. باري انتي لساتك صغيرة ولازم تروحي على المدرسة وتلعبي مع الولاد، انتي ما تاكلي هم المصاري ولا تحملي هم شي، امك موجودة ماشي وبقدر حل كل المشاكل. ايه انتي ما لازم تقلقي ابدا. بترجاكي ما تعملي هيك شي مرة تانية لانه رح ازعل كتير اذا رجعتي تصرفتي بهالطريقة. رفيقي ماما عم تبكي بسببي؟ ما تقلقي انا رح احكي معه واكيد رح تهدى. حبيبتي امك عم تعمل كل شي بس كرمالك انتي، وعم بتدير بالها عليكي، ولهيك انت لا تعملي اي شيء ضايقها ماشي، وامك رح تكون دائما واقفه جنبك. لازم تضلي متذكره هذا الشيء، وانا كمان على طول رح كون معك دائما. ايمتى ما حسيتي حالك انك محتاجتيني سكري عيونك وفكري فيني وبس. وأكيد بشي توعدني؟ طبعاً بوعدك.